قبل طيب هذا الانتاج الغبي. عايزه تعلقي، اتفضلي اتفضلي. عايزه اعلق على حاجه بس. هنا التقرير عمال رصد رصد. انا عايزه اسال الدكتوره هدى، احنا لسه ما حللناش يا سيدتي. انا لسه بكمل. شوفي انت قطعتيني ازاي. يعني الرصد ده بقى يعني هتعملوا ايه بقى؟ تذبحوهم ولا في 200,000 جنيه؟ لا تسخري مننا. يعني يعني ايه تذبحوهم؟ ما هو ده انت بتقولي كلام وخليني اخده بجديه. ايوه فما تقعديش تسخري وتستخفي. لازم اسخر. لان لانه انا برضه من اول عشان احلل. طب ما ينفعش تستخفي بكلام اللي حاكم نجيب يعني محفوظ. هي مش اللي ارهب نجيب محفوظ وحط خنجر في رقبته عمل ازاي اللي انتوا عملتوه؟ لا لا هو لا لا شاف لا لا انه لا 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 هو لا شاف لا لا انه لا 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 ايوه ايوه هو شاف انه لا لا أيوة تحتفي بينا أيوة وتقدم لنا كل الحفر عشان يسقط المجلس فتظل النخبه. والمجلس عالي ايه ده حاجه. طيب يعني بس ما اصل كمان تصوير المجلس الاعلى للاعلام. لا انا بتكلم على وكانه عجب بالسكينه التي ذبحت نجيب محفوظ. مش التي ما هو ده يعني تعبير ما يعني ممكن اقول ده كلام مبتزق غير يعني مش مدروس. ممكن يعملوا الناس يعني ناس ثقافتهم. انا مش عايزه يعني بجد الواحد ماسك نفسه انه يقول يصف من وضع هذا التقرير. ناس لم تشاهد كل الاعمال بتركيز، لم تبني الابحاث الكافية. عشان كده سموه التقرير الاول. لم تشاهد الاعمال حتى نهايتها. لا 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 هو بيرصم عشان يبتدي يشوف في فرق بين الرصد وفي يعني انتوا ماشيين على التقاعد. دكتورة هدى هل شايفة ان دي محاولة لارهابكم؟ يعني انتوا جايين تذبحوا المبدعين الفنانين الفن. الحقيقه احنا بدات القصه معانا من اول اعلان اسامينا. يعني الناس مستنيانا علشان هي ماسكه الاسلحه التقليديه التي لا تؤتي شيئا. يعني نخبتنا بتقعد في القهاوي وتتكلم عن شعبها باعتبارها عارفاه وهي تجهله ولا تعرف مثل شعبي واحد ولا تدرس هذا الوطن. انما بتقعد في البرج العاجي عشان الناس تروح ترفعها على الاعناق وتهتف باسمها. فتكون النتيجه ان الشعب هو اللي بيرفض النخبة وبيطالب بينا باعتبارنا احتياج ثقافي فكري سيقوم بمساندة شعبه. قول فصل. طيب استاذ طارق في تعليق اخير. يعني انا شايف بقى النقاش بس تطرق في الاخر. انا عايز اقول استاذ صفاء بتعتبر ده سكين لذبح الفن لا يختلف عن سكين ذبح نجيب محفوظ. ما عندي هنا الدكتورة بتقول احنا عصا المجتمع وده محاولة لترهيبنا وتخويفنا. يعني أنا أول كلمة قلتها على التقرير مش على المجلس إن دي خمسة فرفشة. أنا اللي قريته بالنسبة لي مسألة مضحكة جدا. ممكن أخدها من باب السخرية والضحك. كل اللي حصل وإن المتفرج لو شاف حاجة هياخد له. بس ده إجراء جاد. التقرير ده بمثابة لا أنا إجراء بالنسبة جاد لي. يعني أنا بالنسبة لي المجلس أعلى الإعلام إن شاء الله تقول عليه نكت وأنت قاعد على القهوة. أنا ما بقعدش على القهوة. لا هو ما بيقعدش على القهوة الأستاذ بمعلوماتك يعني. بس بغض النظر حتى لو قعدوا على القهوة ناس محترمين بس أنا ما بقعدش على القهوة. الاستخفاف لهم كل لا أنا رأيي إن ده خمسة فرفشة مجرد حاجة كده بنقدر نتكلم عليها لكن الجدية لا ده هيطبقوا عليه عشان كده لازم نعامله بسخرية. يجب أن يبقى سلاحنا فقرة مكملة للدستور. يبقى إحنا سلاحنا السخرية من هذا عشان الناس ترتبك وتخاف يعني تطلع لنا من الذره وتقول لنا فيبقى كل واحد هو بيكتب الان وباصص عليكم مش باصص على مين اللي في الدورة ولا على المجتمع. لا احنا مش باصين غير على ناس ضعاف مش قادرين ينفذوا الى الخطاب الاعلامي. ولما اللي بينفذ الخطاب الاعلامي بيستخدم سلطته في تشكيل وعيهم احنا مع هؤلاء الضعاف. حتى لو وجهتوا لنا كل ضرباتكم نحن مع الضعاف الى ان يصبحوا اقوياء. ما حدش يقول ان هو بس مع الضعاف يعني وهو فقط اللي مع الضعاف. هو بس اللي مع الشعب. قدامك يا استاذ طارق المواطن العادي اللي خارج الساعه 5 الصبح يشتغل بيطلع قدامك بصفتك نخبه؟ لا مش هتكلم نخبه دي ولا معترف بيها ولا فضيلك ولا هيرد عليك. ما حدش هو يعني. هو رايح يكافح الصبح ولا يجد من يتحدث باسمه. ما حدش يقول انه بيتحدث ولا انتوا هتتحدثوا باسم الناس. طيب. ولا انا بتحدث باسم الناس. في كلمه طيب. اخيره في كلمه اخيره. هذا تقرير لا يليق بمسمى المجلس الاعلى للاعلام. طبيعي ولا من الاسماء اللي بعضها الدكتوره اللي هي عندها خبره. بس خلينا نؤكد على حرصنا على الحفاظ على المظله. استخدمي بقى ادوات خاطئه مقاييس خاطئه لكن
يعني لا. هنا المجلس الاعلى للاعلام لابد من وجود هذه المظله، لان دكتوره هدى بتقول واضح انه هدفكم اسقاط المجلس. انا ماليش دعوه، انت عايز تسقط المجلس؟ لا انا مش في الاعلام، انا مش في الاعلام، ومش شايف ان المساله ضروريه. ايوه طبعا، في نقابه، في نقابه صحفيين، وفي نقابه اعلاميين طالعه. والمجتمع جمله ثانيه، ان المجتمع واعي. انا مش مع المجلس، ومش غلبان، ومش محتاج حد قال عليه غلبان، يحنو عليه. طيب هل شايف انه سكين التقرير اشبه بسكين لا يختلف عن السكين التي ذبحت نجيب محفوظ، ولا شايف انه المسلسلات نفسها سكين يذبح المجتمع؟ ده حق يرد به باطل. اولا احنا بصراحه يعني انا طبعا كلنا نرفض حاجه زي كده، ان المسدس يتصوب للفنان القدير نجيب محفوظ. انما حضرتك النهارده لما بنقول على فقره مكمله من فقرات الدستور وبقولها للمره العاشره، واخد بال حضرتك، ما يبقاش ده استخفاف او ان دي عصا او ان ده كذا. احنا النهارده عايزين كده. لو انا الحاجه الغريبه اللي انا مش متخيلها ابدا، ان انا ما كنتش اتمنى ابدا ان الاستاذ طارق قناقط انه يقول الكلام ده. انا اي كلام انا قلته واخد براحتك، ده انا ضد القبح وضد الغلظه. انت حضرتك ضد القبح وضد الكلام ده واخد براحتك، بس حضرتك قلت الكلام ده واخد براحتك معانا بره، ما قلتوش هنا. انت ما قلتش هنا كده ان انت ضد القبح وضد الغلظه. انت لا بتتفرج على برامج ولا مسلسلات. لا لا اسمعني بس، لا 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 لا، انت قلت الكلام ده معانا بره، ما قلتوش معانا على الهواء هنا. لا استاذ طارق، انا قلت ان انا ضد المسلسلات دي من الناحيه الفنيه ضد. طيب الراجل نفسه يشوف مسلسلات مع اسرته يا استاذ طارق، ما هو مش هيرضى، ما فيش مسلسل هيرضيه. طيب. لا ان شاء الله في حاجه تعملوها. اشكركم جميعا على مدى حلقتين ناقشنا اول تقرير يصدر عن المجلس الاعلى للاعلام المنوط به تنظيم الاعلام والتاكيد والحفاظ على ميثاق الشرف الاعلامي، ما بين مؤيد ومحتج، بين من يتعامل مع التقرير على انه سكين لذبح الفن والابداع، وبين من يتعامل معه على أنها مظلة حماية وطوق إنقاذ للمشاهد من الإسفاف والانحطاط حسب